قلت كلمه في الفاصل كده وانا عايزه معلش هعيدها تاني بصراحه وجاوبني منتهى الصراحه. ابراهيم سعيد كلمك قال لك ايه بعد البودكاست اللي انت قلته عليه؟ صراحه والله كان بيهزر معايا. قال لك ايه؟ بيقول لي الله يخرب بيتك فضحتنا. ها فقلت له انت فاكر نفسك مش مفضوح؟ قلت له ايه بالظبط؟ قلت له ايه انت فاكر الناس فاكرك ايه؟ قلت له انت فاكر الناس فاكرك مؤدب؟ هو رد عليك قال لك ايه؟ بنهزر ابراهيم اخويا تقبل الموضوع. طيب ابراهيم سعيد مفيش حاجه اتقالت يعني بنهزر بنحكي حكايه يعني. ابراهيم سعيد شايف وبيقول طول الوقت ان محمد صلاح حطه في دماغه. لا ما سمعتهاش ما تقولش. سمعتها والله بس محمد صلاح مش هحطك في دماغ ابراهيم ليه؟ مش عشان التقليل من ابراهيم. اه ابراهيم كان لعيب كبير قوي على فكره. تمام اه طبعا. لا كان لعيب وقال. لا كان لعيب قوي. أيوة أيوة. كان خلي بالك ابراهيم سعيد احسن باك جه مصر. ايوه انا عجبتني القصه قوي اللي انت حكيتها بس انت حكيتها خلاص مش مشكله. اه على ايه؟ اه على الامضه اللي مضاها ما علينا. هو شايف ان محمد صلاح حطه في دماغه وبيطلع يقول كده. وكمان ان محمد صلاح عنده الجن بيخليها تهاجم ابراهيم سعيد. هو شايف كده هو بيقول كده. مش عارف مش عارف. انا مش عارف. انا والله مش عارف. لا مش لا هو ابراهيم اعتقد يعني من جوانا هو مش مقتنع بكده. الله بيقول كده ليه؟ عشان حلوه في الميديا. حلوه في بومبونيه. حلوه في الميديا. ملعوبه في الميديا. ملعوبه في الميديا. بيجيب جول في الميديا. ايوه حلوه حلوه. محمد صلاح بيجيب جول في الميديا. حلو طبعا. محمد صلاح نجم كبير الكلام عنه. بشغل ميديا. بس انت بتلعب اللعبه دي؟ طبعا. انت كمان بتلعبها؟ طبعا. بتلعب انهي لعبه؟ بتجيب سيره محمد صلاح؟ لا في ما هو في حاجات في الميديا. انت مش دي شغلتك. ايوه في حاجات بتجيب مع الناس. وانا بلعب كان في ناس شغلها الشغل. بس انت عمرك ما قلت ان محمد صلاح حطك في دماغ؟ ما قلتش حاجه زي كده. مش هقول كده. لا طب امال ابراهيم سعيد بيقول كده ليه؟ هو فاكر كده. طيب عامل ايه؟ اعمل ايه؟ طيب هو ابراهيم فاكر ان هو محمد صلاح حطه في دماغه ما اقدرش اغير له فكره. اعمل ايه؟ قولي لي. طيب قصه كابتن علاء نبيل ليه شايف ان هو ما يستحقش المكان اللي فيه وليه هاجمته؟ والله ما مش بقول ان هو ما يستحقش. امال قلت ايه؟ بقول ان ان ان, إن على فكره كنت بقول نفس الكلام على الدكتور جمال محمد علي. احد اهم الاشتراطات لمنصب المدير الفني لاي اتحاد وطني ان يكون حاصل على الرخصه برو. والاتحاد المصري لكره القدم رئيس الاتحاد طلع قال ان هو واخد الرخص دي. مش واخدها والله. ما رئيس الاتحاد طلع قال كده. ما هو مش واخدها. ما هو المصيبه الاكبر اللي هو ما يعرفش ان هو مش واخدها. فانا اللي انا بقول لك عليه ايه؟ الاتحاد الكوره عشان يعني في فلوس بياخدها من المنصب المدير الفني ده بتاع اتحاد الكره. بياخدها من منحه من الاتحاد الدولي. في البروجرام بتاع الاتحاد الدولي بتاع تطوير الدول الناميه في كره القدم. تمام. فاتحاد الكره من 8 شهور كده قدم ان الدكتور جمال محمد علي ان هو يبقى مدير الفني لاتحاد الكره. والاتحاد الافريقي رفض اعتماده بسبب عدم حصوله على الرخصه برو. بل رفض اعتماد الرخصه ايه اللي عملها اتحاد الكره وخد فيها فلوس من الناس. تمام. عشان خاطر المحتوى العلمي بتاعها ضعيف. وعشان خاطر مفيش مدير فني للاتحاد معاه البرو لايست. اقوم انا اشيل الراجل ده واجيب واحد عنده نفس المشكله؟ هتجنن يعني. ليه عمل كده؟ انا كابتن علاء نبيل ده على فكره ده حبيبي جدا. بس انا بقول لهم يا جماعه مصالح بتتصالح ولا لا إيه؟ بقول لهم يا جماعه عينوا الكابتن علاء مثلا ايه رئيس لجنه التطوير وبتاع وجيبوا مدير فني بقى معاه البرو عشان نعرف ان احنا نعتمد الرخص التدريبيه بتاعتنا وان الفيفا. مين ممكن يستحق المنصب ده؟ مين يبقى مدير فني لاتحاد الكوره؟ مين والله شايف مين ممكن؟ ما هو مفيش حد معاه برو. للناس قليله جدا. معاك رخصه برو يعني؟ لا انا معايا ايه؟ معاك معيش برو. وعمري في حياتي ما بدورت على المنصب ده وعمري ما هشتغله. ما انا عارفه انا فاهمه. شايف مين ممكن يبقى مفيش يعني اللي معاه في ناس قليله يعني. علي ماهر دخل البرو دلوقتي. عظيمه معاه. معرفش هاني رمزي معاه ولا لا. وفي ناس معاه البرو. في ناس ايمن الرمادي معاه. اعتقد ايمن الرمادي معاه البرو. بس مدرب ايمن الرمادي مش هتعرف تخليه تبقى مدير فني الاتحاد. بيدرب في الدوري وعلي ماهر بيدرب. طب كاتب